عندنا خلاص صار جاهز، صار وقت نحن نغرف الكربونارا بالطريقة الصحيحة. بسم الله، خلنا ندمجهم كويس. وزي ما قلنا الكربونارا ما تجلس. انت ايش تقصدي بالطريقة الصحيحة؟ انه نحطها ونلفها في الملعقة وبعدين أوكي. نصب نغرفها وهي لازم تكون مدورة. اوكي، عشان كده ما تنكسر السباجيتي، عشان نقدر نسوي هذه الحركة. صح، اذا كسرناها السباجيتي ما حتنغرف بهذه الطريقة. اذا حصل ان انتم عملتوا كربونارا وبردت شوية اتس اوكي، شغلوا عليها النار وضيفوا شويه من مويه الباستا، شويه يصير يعني تخف شويه، بس يفضل انها تتاكل في ساعتها تنغرف. شاطر، ايوه، برافا برافا مو برافو، برافو تتقال للولد، برافا للبنات. كفايه صح؟ كفايه كده. الحين ناخذ من البيكن ونحطه اون توب. طبعا ناخذ شويه من الصوص ولا نخليه ناشف؟ لا لا كده كويس. ايوه لا ناخذ البيكن. طبعا برضو الكربونارا ممكن تتسوى فيجيتيريان، كنت تعرفي؟ لا ما عمرك دكتيها فيجيتيريان؟ ابدا. للناس الفيجيتيريان احنا ممكن نقلي بتنجان اسود بقشره، يتقطع شرايح طويله يعني وسط كده بهذا الحجم، ينقلي ديب فراي ويتسوى بنفس الطريقه ويتعمل فيجيتيريان. انا بعملها في الكورسات حقتي. حلو. للناس الفيجيتيريان. طيب خلاص عندنا، ايوه يعني دحين نحط الوردات والزرعات الصغيره حقت شيف ود. لازم لازم طبعا الوصفه الاساسيه الكربونارا تتعمل مع جبنه البيكورينو. اوكي، اصلا مره نكهتها حلوه، بس البيكورينو مو دائما متواجده. صح. ما بنلاقيها موجوده هنا. اذا ما لقيتوا بيكورينو استخدموا بارميجيانو، اذا لقيتوا بيكورينو بتتعمل بتكون ألذ. يا عيني يا عيني، ايش رايك بس؟ يعني انا عاجبني الملقاط. تمام، طبعا حتكون ألذ وألذ لو كنا عملنا السباجيتي اصلا باستا فريش. اوكي طبعا اكيد، هذه يبغى لها حلقتين لحالها الباستا فريش. عندنا الطبق جاهز وكمان الصوصات اللي سويناها نذكر المشاهدين. ايوه عملنا سوجو بولونيزي، باستو الاصلي الاوريجينال بالريحان والصنوبر، باستو بالفلفل الرومي المشوي والكاجيو، هذا الباستو اللي بالبتنجان الاسود المشوي مع اللوز. طيب انا باكي تدوقي البولونيزي. اي لسه ما ذقتها. طبعا احنا في الاخر حطينا زي ما انت قلتي حطينا الريحان، الجزء الثاني من الريحان حطيناه اخر شيء. اوكي، عشان يحتفظ بالنكهه. بالنسبه للكربونارا اصعب شيء ان انتوا ممكن تغلطوا فيه، اولا انه تكون النار بالمره عاليه على الباستا، أو أنها تقعد فترة طويلة بعد ما تتسوى، عشان إذا بردت البيض حيكلكع ويصير زي العجة. إذا النار كانت عالية وإنتوا بتطبخوا الباستا وأضفتوا البيض برضو حيعجن يصير زي الأومليت. فنصيحة لا تضيفوا البيض إلا والنار مطفية على المكرونة بعد ما تتقلب مع البيكن.